أهلا بكم مشاهدينا. إذا تابعنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الأسرى والمحتجزين إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث وصل 13 إسرائيلية من المحتجزين وعدد من التايلانديين الذين تم الإفراج عنهم. وأقامت الأطقم الطبية المصرية بإجراء الفحوصات اللازمة للمحتجزين تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي. يأتي ذلك في إطار الهدنة التي بدأت في قطاع غزة الجمعة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطينيين والإسرائيليين على بنودها التفصيلية، وذلك برعاية مصرية قطرية أمريكية.